اختتمت أعمال مؤتمر حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر التاريخ والسيادة بحضور ومشاركة نخب متميزة وكوكبة من أصحاب الفكر والثقافة ورواد التاريخ والإعلام. قدم المشاركون في مؤتمر حكم الخليفة في شبه جزيرة قطر التاريخ والسيادة أوراق عمل وكلمات ومداخلات ومرئيات غطت محاور جلسات المؤتمر، حيث تناول المحور الأول الزبارة عاصمة الخليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، والمحور الثاني بعنوان التمرد على شرعية الخليفة في شبه جزيرة قطر، أما المحور الثالث فكان العنوان القطري على الديبل في عام 1986. وتناول المؤتمر حقبة زمنية مهمة من تاريخ منطقة الخليج العربي، وهي حكم الخليفة وسيادتهم في شبه جزيرة قطر منذ بداية إنشاء دولة الخليفة في الزبارة عام 1762. وناقش المؤتمر محاوره وأفكاره بمهنية عالية وقراءات رصينة عبر سرد حقائق مؤكدة استندت إلى وثائق ومصادر موثوقة. وبناء على ما تقدم من حقائق ونتائج خلال جلسات المؤتمر، فقد أوصى المشاركون في المؤتمر بما يأتي: أولاً، تشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لكشف جرائم الاحتلال الغاشم لآل ثاني في المناطق السيادية البحرينية أمام المحافل الدولية، والتصدي لكافة المحاولات الرامية لتزوير هذه الحقيقة أو محوها من التاريخ. ثانياً، اتخاذ الخطوات الإجرائية والقانونية لإعادة الحقوق لأصحابها من أحفاد المهجرين قسراً نتيجة ما حدث من إجراءات انتقامية ولا إنسانية مارسها حكام آل ثاني في عام 1937 ضد سكان وأهالي الزبارة، لا سيما قبيلة النعيم، من احتلال واعتداءات وتهجير قسري بسبب ولائهم لحكم الخليفة، وهو ما يندرج في إطار جرائم الحرب والعدوان والتهجير القسري في ضوء القانون الدولي، والذي يقضي بضرورة إزالة الضرر والتعويض المادي والمعنوي جراء العدوان العسكري والتهجير القسري، وذلك على غرار العديد من القضايا المماثلة. ثالثاً، التأكيد على أن ما ارتكبه نظام الدوحة من تدابير وممارسات لتغيير معالم وشواهد الزبارة وإزالة الآثار والتراث الحضاري المادي يمثل جريمة إنسانية عالمية لا تسقط بالتقادم، كما أن استغلاله اتفاقية حماية التراث العالمي لإدراج الزبارة على أسس مغلوطة ومعلومات منقوصة بهدف طمس وتزوير البعد التاريخي للموقع وتغييب معالمه وعلاقته بالمؤسسين الأوائل من حكام الخليفة، يعد عملية سطو على التراث الإنساني مرفوضة جملة وتفصيلا. رابعاً، أن يكف نظام الدوحة فورا عن كل الأعمال العدائية ضد مملكة البحرين على صعيد دعم الإرهاب والإعلام الموجه والتجنيس الانتقائي، وأن يقدم التعويضات العادلة للأضرار التي لحقت بأرواح الأبرياء والبنى التحتية وغيرها، ووقف نهب الثروات الوطنية، حيث تعتبر هذه القضايا مؤشرا على مدى التزام وجدية نظام الدوحة في التجاوب مع المطالب المشروعة بحكم التاريخ والسيادة. خامساً، دعوة المؤسسات الوطنية خصوصاً في قطاعات التربية والتعليم والإعلام والثقافة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بفترة حكم الخليفة لشبه جزيرة قطر باعتبارها تمثل جزءاً مهماً من التاريخ الوطني لمملكة البحرين ومبعثاً للفخر والاعتزاز، وينبغي أن يتم تسليط الضوء على أحداث تلك الحقبة وإتاحة وقائعها أمام النشأ والأجيال الجديدة. سادساً، حث الباحثين والمتخصصين لبذل مزيد من الجهد البحثي والتاريخي لإثراء المكتبة الخليجية والعربية والعالمية بدراسات تفصيلية عن مجمل حكم وسيادة الخليفة في شبه جزيرة قطر كنموذج ناجح لدولة حديثة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وما تعرض له هذا النموذج من ممارسات عدائية فاقدة للشرعية التاريخية والقانونية والأخلاقية، وذلك لأسباب تتعلق بالاستيلاء على الموارد والمقدرات.